مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم نفس الدرس السابق اللي هو Unit 2 Lesson 4 اليونت الثاني الدرس الرابع، لكن نشرح الآن الجزء الثاني. بالجزء السابق أو بالدرس السابق أخذنا المضارع البسيط، بهذا الدرس أو بهذا الجزء راح نشرح موضوع الماضي البسيط، كيفية تحويل الفعل إلى ماضي بإضافة إيدي أو كان فعل شاذ، شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه، ونحل أنشطة الكتاب أو كتاب النشاط، ونتعرف على الأشياء المهمة اللي ممكن تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. مبدئياً موضوعنا اليوم هو الماضي البسيط الباست سمبل. شنو هو الماضي البسيط؟ مراجعة للدرس السابق، احنا أخذنا بالدرس السابق المضارع البسيط، وقلنا أن المضارع البسيط هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية ومتكررة أو حقائق علمية. وضربت لكم مثال شنو يعني روتيني، يعني شيء يحدث إما كل يوم كل أسبوع كل شهر إلى آخره. على سبيل المثال علي goes to school every day، علي يذهب إلى المدرسة كل يوم، هذا حدث روتيني متكرر يحدث يوميا، فإذا عبرت عنه باستخدام المضارع البسيط. تعرفنا على الدلائل مالته، وقلت لكم إنه ذل الدلائل إذا شفناه عند الجملة أقول الجملة مضارع بسيط. شنو من الدلائل اللي هن always sometimes often every إلى آخره، شفناها بالجملة أقول الجملة مضارع بسيط. أما إذا ما لقينا دلائل بالجملة فمن الممكن أني أعتمد على الفعل، إذا كان الفعل يحمل أس الشخص الثالث أو فعل مجرد أقول الجملة بسيط. وبالتالي عرفنا شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه، كذلك أخذنا قاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية. اليوم موضوعنا هو الماضي البسيط. شنو هو الماضي البسيط؟ نفس الفكرة، هو عبارة عن زمن يستخدم للتعبير، احفظوا يا طلاب لان هذا الاساس بكل زمن، هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث او عن حدث حصلت في الماضي وانتهت. شلون يعني؟ يعني البارحه على سبيل المثال انا شاهدت فيلم، ايش اقول؟ اقول I watched a movie، شاهدت فيلما يستبدي على سبيل المثال البارحه. يسترداي البارحة دليل على أن الجملة حدثت بالماضي، لكن إحنا عندنا ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام. يا زمن أعبر عن هذه الجملة، هو حدث وقع وانتهى في الماضي. إذا انتهى بالماضي هذا يعتبر ماضي بسيط، إذا حدث وقع في الماضي واستمر لفترة معينة تذكروها باليونت الأول سمينا ماضي مستمر. بس نجد إحنا نحكي عن ماضي بسيط، هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي وانتهت. هذه أول ملاحظة. وكالعادة نحن كل زمن بدلائل، ودلائل أو خلينا نسميها ظروف الدالة على هذا الزمن، الدلائل مال هذا الزمن. يعني أنا إذا شفت هاي الكلمة بالجملة أقول إن الجملة ماضي بسيط. شنو الكلمات دلائل هذا الزمن هي؟ شنو هن دلائل هذا الزمن؟ ركزوا يا حفظوهم، لأن هن هذه الأساس مال الماضي البسيط. شنو هن؟ عندنا كلمة last مثلا last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last night الليلة الماضية إلى آخره. إذا last وياها كلمة. بعد عندي ago مثلا two days ago قبل يومين، three years ago قبل ثلاث سنوات. إذا شفت ago بالجملة أقول هذه الجملة ماضي بسيط. بعد عندي الدليل الثالث اللي هو yesterday. yesterday معناها البارحة. أو من الممكن أنه أشوف تاريخ سابق، على سبيل المثال عام 1990. 1990 معناها أنه الجملة حدثت في الماضي، 2000 هذا بالماضي، 2010 هذا بالماضي. شكو تاريخ زمن أو سنة تدلي على أن الحدث وقع في الماضي، هذني إذا شفناها من الجملة أقول الجملة ماضي بسيط. جيد، انطيني مثال أستاذ. على سبيل المثال ركزوا يا على الأمثلة راح نكتبها. على سبيل المثال ضربت لك مثال قبل شوية، قلت لك I watched a movie، أنا شاهدت فيلما. I watched a movie yesterday على سبيل المثال، شاهدت فيلما البارحة. الآي تعتبر فاعل، شوفوا هنا الفعل شبيه بإيدي watched شاهد، معناها أن الفعل حدث في الماضي. watch شاهد، watched شاهد، حطنا الهيدي. بعد قليل نعرف شو تنخذ الفعل إيدي أو كان الفعل شاذ، لأن مجموعة من الأفعال الشاذة لازم نحفظها. هسه I watched a movie
والتكملة اليسترداي تدل على أن الجملة حدثت في الماضي. بعد مثال آخر، مثلا على سبيل المثال أقول I saw my friend last night على سبيل المثال، أو خلنا نشيل الفاعل هاي، خلنا نأخذ مثلا الفاعل جون. جون saw his friend last night على سبيل المثال. جون رأى، saw، إذا تعرفون أن الفعل المجرد ما saw هو see، see معناها يرى، saw رأى بالماضي. شوف إن أنا ما ضفت إيدي، إن أنا الفعل شاذ، عندنا مجموعة من الأفعال الشاذة لازم نحفظها، إما الفعل يحمل إيدي فيكون بالتالي فعل ماضي بسيط، أو قد يكون فعل شاذ. إن شاء الله بالدقائق القادمة راح نشرح الأفعال الشاذة. John saw his friend last night. جون رأى أو رأى صديقة الليل الماضي. الجملة بالماضي شلون عرفت الماضي؟ أولاً لقيت last، last دليل على أن الجملة ماضي، إذا لقينا last. ثانياً الفعل اللي منطيني إياه بالجملة فعل ماضي شاذ. الآن أخذنا مثال عرفنا شنو الماضي البسيط. زين أستاذ شنو القاعدة مالته؟ كالعادة كل زمن في قاعدة مثبتة منفية واستفهامية. نجي أول شيء على القاعدة المثبتة نفصلها. راح أحفظ وياي هاي القاعدة لأن أعيد وأكرر، الماضي البسيط يلحقك بالرابع وبالخامس وبالسادس إعدادي وحتى إلى رحلة الكلية. الماضي شنو قاعدة الماضي البسيط؟ هم إنه عبارة عن كالعادة عبارة عن فاعل، بس الفاعل قد يكون he, she, it, they, we, you, I, علي, محمد, سهى, منى إلى آخره. الفاعل زائد، انتبهوا يا طلاب، فعل شبيه فعل ماضي. نوقف هنا شوية. الفعل الماضي احنا نعرف الافعال، مثلا الواتش يشاهد فعل، جو يذهب فعل، ريد يقرا فعل، هذين الافعال افعال مجرده. شلون احولها للماضي؟ الفعل الماضي اما الفعل العادي نضيف له ايدي او يكون فعل شاذ. هسه على سبيل المثال واتش يشاهد وحدها بدون ايدي، هذا فعل مضارع، ضفت لها ايدي اصبحت فعل ماضي. إذن الفعل قد نضيف لأيدي أو نحوله جذريا مثل سو. شنو المضارع مالته؟ سي، سي يرى مضارع، الماضي مالته سو، هذا يتحول جذريا، اللي يتحول جذريا نسميه شاذ. نكمل، فاعل زائد الفعل الماضي، طبعا الإيدي وشاذ بعد قليل بالدقائق القادمة نشرحها بشكل مفصل، إيش وقت نضيف إيدي، إيش وقت نغير، إيش وقت نحذف، إيش وقت نحول إلى آخره، وشنو الأفعال الشاذة؟ فاعل زائد الفعل الماضي زائد التكملة. انتبهي، هذه قاعدة نسميها قاعدة المثبت. كالعادة أحفظ أنه مثبت ونفي واستفهام. هسا على سبيل المثال جاب لي بالامتحان جملة، إيش قال؟ إيش قال بهاي الجملة؟ قال they clean the house yesterday. إيش قال لي بين قوسين؟ هذا سؤال موجه لكم دائما، شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صح. طلاب ركزوا وياي، كالعادة بالامتحان أنت مو بالك فقط الماضي البسيط، يعني أنت ما متفرغ بالامتحان الوزاري، عندك أكثر من موضوع قواعدي، عندك ما لا يقل عن 30 موضوع قواعدي. هذه الجملة شو معرفني إنه هاي الجملة يريد من عندي إن أطبق عليها ماضي بسيط؟ عندنا دلائل. الدرس السابق دلائلنا عرفناها من المضارع البسيط وحفظناها. بهذا الدرس عندنا دلائل. شنو هو الدليل على ان الجمله ماضي بسيط؟ لقيت كلمه يسترداي، بس اشوف كلمه يسترداي اقول ان الجمله ماضي بسيط. طيب ماضي بسيط بها قاعده مثبته منفيه استفهاميه، هذا يسمى السؤال موجه لكم. انت شو وقت تطبق القاعده الاستفهاميه؟ اذا لقيت علامه سؤال او كلمه question. شو وقت تطبق القاعده المنفيه؟ اذا لقيت كلمه negative أو لقيت كلمة نوت. ما لقيت ذني كله، شوفوا عبارة الجملة بها نوت، بها نيجاتيف، بها كوستين، بها علامة سؤال، لا أستاذ. إذا ما لقيت ذني كله، يا قاعدة راح تطبق لي القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ حافظها أنت بالامتحان. فاعل، شنو هو الفاعل؟ ذي، أنزل الذي، زائدة فعل ماضي. هنا الاختبار الحقيقي للطالب. هنا أغلب الطلاب يقرون، يعني أغلب الطلاب يحفظون القاعدة مال ماضي بسيط أحكي. يحفظون القاعدة ويتعبون نفسهم ويدربون نفسهم على الجمل الماضي، لكن راح يوقعون بخطأ. هذا الفعل اللي انطاني اياه فعل قياسي اضيف لايدي، لو فعل شاذ يتحول جذريا،
وإذا يتحول جذرياً شنو اللي راح أحوله؟ هنا أغلب الطلاب يوقعون اللي الطلاب اللي ما حافظين الأفعال الشاذة. لذلك من هسه احفظها، يعني خذها من عندي، لازم هذا الدرس وهاي السنة كلها أنت تدرب روحك، تدرب نفسك على حفظ الأفعال الشاذة. هن مجموعة من الأفعال يلهجنك من نال الأستاذ السعدالي. حاول قدر المستطاع أنه أنت حتى لو باليوم تحفظ 5 أفعال الماضي والتصريف الثالث مرتين. فهسه عندي ذي فاعل زائد نكلين فعل ماضي، هذا قياسي بشار. أنا لا أقول لك هذا قياسي، بعد شوية راح نعرف الشواذ شنو. إذا قياسي شضيف له، هذا الكلين نزلت نفسها نفس ما هو، أضيف له إيدي، القياس نضيف له إيدي، أما الشاذ يتحول جذريا لازم إحنا حافظيها. هسه ذي كليند هذا فاعل فعل ماضي زاد للتكملة، التكملة تنزل كما هي مثل ما وضحنا في الدروس السابقة بدون أي تغيير. دائما أنت شغلتك لما يقول لك كرت صحه تصحح فقط الفعل اللي بداخل الأقواس، فالكلين سويت كلين، باقي الجملة ما غيرت فيها. لحد الآن الموضوع بسيط، بس احنا لازم خلينا بالنا لازم نحفظ الافعال الشاذه. عندي ملاحظه، تذكرون ملاحظه الهاف والهاز اللي اخذناها بالدرس السابق؟ نعم استاذ. شو تقول؟ تقول ان الفعل هاف شو يعتبر؟ يعتبر فعل مجرد. زين، تتذكرون ايش قلت لكم بالدرس السابق؟ الهاف اذا تريد تضيف له اس يصير هاز، ما اقول هافز وإنما أقول هاز. هنا الهاب فعل مجرد وعنده تحويلة إلى الماضي، يعني الماضي بسيط، يصبح أحفظها يصبح هاد. ما أفتهم أستاذ شون يعني؟ يعني على سبيل المثال جاب من الامتحان هاي الجملة، إيش قال لي؟ قال لي سوها هاب بريكفاست early yesterday. هم أنا قلت بها قوسين correct صح. هسه ركزوا يا طلاب شلون راح تعملوا يا هاي الجملة. أولا الجملة بها زمن، أستاذ لقيت yesterday، بس ألقى كلمة yesterday الجملة بها زمن، ماضي بسيط، يا قاعدة من قواعد الماضي البسيط، صار القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ حفظتوها، حفظوها مثل ما حفظنا البارحة. فاعل فعل ماضي تكملة، شنو يعني فعل ماضي؟ إيدي أو شعر. هسه شو الفاعل؟ الفاعل سهى. استاذ اقدر اخلي شيء بدل سهى؟ اقدر تخلي شيء، بس احنا اضرب الاطنه النصيحه، قلت لكم حاولوا تلتزمون بالكلمات اللي بنطق اياها بالجمله. سهى زائد فاعل زائد الفعل ماضي. هسه واحد من الطلاب يقول الاستاذ اخلي لها ايدي، هذه شاذه لازم انت حافظها، انه الها الماضي ما تهاد. استونا قلنا الفعل ها فعل مجرد وعنده تحويله الى الماضي يصبح شنو؟ هاد. أنا أريد فعل ماضي فأصبح هاد، ومن ثم التكملة تنزل كما هي. أقول سهى هاد بريكفاست إيرلي يسترداي، سهى حظيت بوجبة إفطار باكرا البارحة. هذا ما يخص ملاحظة الهاد. عندي ملاحظة ثانية متعلقة بالبي، تذكرون البي البارحة إيش قلنا عنها؟ قلنا البي ما أقدر أنزلها بالجملة فعل مجرد، ولا أقدر أنزلها بالجملة فعل يحمل أس، يعني ما أقدر أضيف الأس، وإنما تتحول إلى إز وآر وآن. استنى الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا صادفت، انتبه للطلاب هاي الملاحظة جدا مهمة، إذا صادف الفعل أو إذا صادف الفعل بي في جملة، انتبه لي، الماضي البسيط، بجملة المضارع البسيط نحول البي إلى إز أو آر أو آن، بجملة الماضي البسيط يتحول البي، يتحول هذا البي إلى شنو؟ إلى was أو where وحسب الفاعل. أستاذ أوقف، إيش وقت أخلي was وإيش وقت أخلي where؟ ارجعوا لي على الدرس الثاني من اليونت الأول، الماضي المستمر والمضارع المستمر. الماضي المستمر إيش وقت أخلي was ويا الهي والشي والإت والآر؟ إيش وقت أخلي where ويا الذي والوي واليو؟ إذن أنا أعرف مسبقاً إيش وقت أخلي was وش وقت اخلي الواو. اعيد واكرر، هذا البي لنفترض جاب لي اياه جملة المضارع البسيط اللي اخذناه الدرس السابق احولها الى اس وار وان، اذا جاب لي جملة الماضي البسيط يتحول الى واز او وير. على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي شي
be late last night. أعيد وأكرر. شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صح. هسه أنت كطالب تريد تعرف زمن الجملة. جملة بيا زمن. استاذ لقيت last. إذا لقيت last بالجملة أقول الجملة ماضي بسيط. عاشتي لك شغلك مضبوط. البعدها يا طالب قواعد الماضي البسيط مثبتة من فيها استفهامية. استاذ ما لقيت لا question لا علامة السؤال لا نيجاتيف لا نوت. القاعدة مثبتة. همنا تمام. الخطوة اللي بعدها طبق للقاعدة المثبتة. شو تقول؟ تقول فاعل. شنو الفاعل؟ شيء زائد الفعل ماضي. نعم الخطأ اللي راح يقوم به الطلاب. هسه واحد من الطلاب يجي يقول الأستاذ هذا أضيف لأيدي هذا قياسي. واحد من الطلاب يقول لا هذا شاهد لازم أحوله. هذا البي حالته خاصة بالمضارع البسيط وبالماضي البسيط. بالماضي البسيط إذا صادف البي يتحول البي إلى شنو؟ إلى وزوير. حسب شنو؟ حسب الفاعل. شنو أنا فاعل مالتي؟ شيء. الشيء تاخذ وزوير. تاخذ was زائد التكملة. شنو التكملة؟ late last night. she was late last night. لقد كانت متأخرة الليلة الماضية. أصبحت الجملة بالماضي البسيط. الآن أخذنا القاعدة المثبتة بكل تفاصيلها بالماضي البسيط. ننتقل إلى القاعدة المنفية. انتبهوا للطلاب. آني البارحة تذكرون شو سوينا بالمضارع البسيط بالدرس السابق؟ استضفنا doesn't أو don't بعد الفاعل. ورجعنا الفعل مجرد. ما نفس الشيء. حملنا عندي ملاحظة عن اتباعها. شو تقول الملاحظة؟ تقول عند النفي. شنو هو اسم النفي بالانجليزي حفظتوه؟ نعم استاذ حفظناه. شنو هو؟ نيجاتيف. عند النفي اللي هو النيجاتيف. نضع. ركز وياي. نضع didn't او did not اذا تريدون تفكون الاختصار. did زائد not. نضع didn't بعد الفاعل. رجعوا لي على القاعدة المثبتة. هذا الفاعل شنو أخلي بنانا؟ أخلي بنانا تجنت. ومن ثم نرجع الفعل الماضي إلى أصله. ركزوا يا هذا الفاعل. ونرجع الفعل الماضي إلى أصله. استاذ يعني شنو نرجع الفعل الماضي إلى أصله؟ أنت إذا هو فعل قياسي بإيدي لازم تشيل الإيدي. إذا هو شاذ مثل الهاد إذا منطيك هاد لازم ترجع شنو؟ هاد. إذا منطيك cleaned لازم ترجع شنو؟ clean. وهكذا. إذن أرجع الفعل الماضي إلى أصله. فشلون راح تكون القاعدة؟ أحفظوا يا القاعدة لا. إذا ما فهمتها على شكل ملاحظة افهمها على شكل قاعدة. شو تقول القاعدة؟ فاعل زائدا شو نخلي بعد الفاعل؟ didn't زائدا. ركزوا وياي. قبل شوية كان فعل ماضي. الآن إيش راح يصير؟ فعل مجرد خالي من أي إضافة رجع الأصل زائدا التكملة. هذه قاعدة شو نسميها؟ قاعدة النيجاتيف. إيش وقت نطبقها؟ إذا لقيت كلمة نيجاتيف أو لقيت كلمة نوت. ما فهمت السؤال شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال جابر في الامتحان هاي الجملة. أعيد وأكرر. بعض الأحيان ينطيني ضرب بالجملة. بعض الأحيان ما ينطيني ضرب. صدق استاذ إذا ما انطاني ضرب شلون اعرف؟ يعني مثلا نفترض قواعد دورت ما لقيت ولا واحد من الدلائل. شلون اعرف ان الجمله ماضي بسيط؟ بالدرس السابق اذا ما لقينا دلائل اروح على الفعل. اذا بي اس او فعل مجرد هذا شنو؟ هذا مضارع بسيط. انا شلون اعرفه؟ اذا كان الفعل مالتي اروح امن على الفعل. اذا كان الفعل يحمل ايدي اقول هاي الجمله ماضي بسيط. او كان فعلا شاذا أقول كذلك هذا ماضي بسيط. شنو يعني فعل شاذ؟ بس مثلاً أخذنا كلمة so الماضي الشاذ مالت سي مجرد الماضي الشاذ مالته السو. يعني هسه نتوقع على سبيل المثال جاب لي هاي الجملة من الامتحان. إيش قال؟ قال we learn how to swim last month. إيش قال لي بين قوسين؟ نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفيد الجملة. يلا هاي الجملة أمامكم. المطلوب من عندكم تحددون زمنها وتحددون يا قاعدة راح تطبقوها. ضاعت جملة. إيش لقيت؟ لقيت لاست. لاست دليل يا زمن. استاذ دليل ماضي بسيط. عاش سيدك. ماضي بسيط يا قاعدة اللي نطبق. قاعدة النيجاتيف، القاعدة المنفية. همينا تمام. شو تقول القاعدة المنفية؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ وي.
زائدا شنو didn't. didn't تقدرون تقولون didn't أو تقدرون تقولون did not، كيفكم تختصروها أو تكون الاختصار. we didn't زائدا فعل مجرد. هذا الفعل شبيه استاذ بإيدي، إذا تريد فرجعة مجرد شو تسوي له؟ تحذف الإيدي. فش راح تصير؟ we didn't learn how to swim last month. استاذ لنفترض إنه ما لقيت last، شلون أعرف إن الجملة ماضي بسيط؟ باعوا على الجملة، أنا حالياً ما في last، باعوا على الجملة، إذا ما لقيت دليل وين تروح؟ تروح على الفعل. إذا لقيت بإيدي أو كان فعل شاذ، إذا لقيت بإيدي أو كان فعل شاذ، تقول الجملة بيا زمن. أستاذ نقول الجملة ماضي بسيط، إذن عرفنا من خلال الفعل إن الجملة ماضي بسيط، فبالتالي تعاملنا وياها بالنفي على أنها ماضي بسيط. لنفترض إنه هذا مضارع بسيط، شو تخلون؟ فاعل didn't أو did not زائد أما does not أو do not. الفاعل وي تأخذ do ومن ثم not ومن ثم نرجع الفعل إلى أصله. هسا هذه قاعدة المنفية. القاعدة الاستفهامية شو نسوي؟ عند الاستفهام بالدرس السابق إيش سوينا من يتذكر؟ بالدرس السابق قلنا إنه عند الاستفهام نضع does أو do قبل الفاعل. هسا إيش راح نخلي؟ نفس الفكرة، راح نخلي did قبل الفاعل. عند الاستفهام نضع did when قبل الفاعل، ونرجع هم نفس الطريقة، نرجع الفعل إلى أصله، يعني نرجع فعل مجرد. يعني أستاذ راح نطبق قاعدة، شو تقول القاعدة؟ القاعدة راح تكون كالتالي. قبل شوية انتبهوا، هسه نرجع على القاعدة المثبتة. فاعل فعل ماضي والتكملة، هسه ايش قالت الملاحظة؟ نضع did هنا ومن ثم نرجع الفعل إلى أصله، نرجع مجرد. يعني did وفاعل وفعل مجرد. القاعدة راح تكون كالتالي: did بالبداية ومن ثم فاعل ومن ثم فعل مجرد زائد التكملة. ولا تنسون علامة الاستفهام عند تطبيق القاعدة الاستفهامية. هذه القاعدة شو نسميها؟ نسميها قاعدة الكوستشن، السؤال. شو وقت تطبقها؟ إذا لقيت كلمة كوستشن أو إذا لقيت علامة استفهام. على سبيل المثال لنفترض جاب لي هذا المثال بالامتحان، ركزوا يعني. They went to school last week. ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال مبدئيا. الجملة بيا زمن استاذ باوعد لقيت last. طلاب أرد أعلمكم على الطريقة الصعبة. لنفترض ما لقيت last week، هاي حاول تدرب نفسك على الطريقة الأصعب. لنفترض أن مثل أنا وانتحت الجملة، شلون تعرف أن الجملة ماضي؟ ما لقيت دليل. باوع على الفعل، عفية هذا الفعل، فاعل زاد الفعل، الفعل went. وين ملاكك هذا الفعل went؟ أخذناه بالأول متوسط وبالثاني متوسط. ال went معناها ذهب، الماضي مال go يعني المجرد مالته go، والماضي مالته went يعني الفعل ماضي شاذ. إذا لقيت الفعل ماضي شاذ الجملة بيا زمن ماضي بسيط، ارجعوا لي على القاعدة. إذا كان الفعل مالتك شاذ فبالتالي الجملة ماضي بسيط. يلا بما أن الفعل مالتي شاذ ماضي بسيط، يا قاعدة يريدنا أطبق قاعدة الكوستشن بالسؤال، أطبق القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ did وفاعل مجرد. did هاي من جيبي، وراها الفاعل. شنو الفاعل؟ they. did they زائدا فعل مجرد. قبل شوية سوينا، كان عندي ايدي حذفتها، هنا أنا ما احذف، هنا أنا ارجع، لان هو فعل مش ماضي شاذ يتغير جذريا. فالوينت ارجع الاصل، ايش راح تصير؟ go to school last week. ولا تنسون علامه الاستفهام. did they go to school last week؟ هل ذهبوا الى المدرسه الاسبوع الماضي؟ اصبحت جمله استفهام بالماضي البسيط. هذا ما يخص القاعده المثبته المنفيه الاستفهاميه مع الماضي البسيط. الان اكو صيغتين اتنوع عليهم لان مهمات جدا دائما الوزاره تكررهم، صيغ متعلقه بالماضي البسيط بالقاعده المنفيه والاستفهاميه. شنو من الصيغتين استاذ؟ ركزوا يا طلاب. بعض الاسنان دي يقول لي بصريح العباره، دي يقول لي بصريح العباره بدك تطبق القاعده الاستفهاميه، وهنا دي يقول لي بصريح العباره بدك تطبق القاعده المنفيه. بعض الاحيان يجيب لي تلميح بسيط انه انا اريد اطبق، اريدك من عندك تطبق القاعده المنفيه والاستفهاميه. شلون يعني؟ على سبيل المثال
what you see in the park last month على سبيل المثال. شوفوا طلاب هيك جاب لي هذا الامتحان وقال لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صحح. البعض شو يقول لك؟ يقول لك انت بس تشوف كلمة correct صحح تطبق القاعدة المثبتة. هذا كلام مو صحيح. نفترض جاب لي هاي الجملة وقال لي correct صحح. انت لازم تتأكد اولا من زمن الجملة، ثانيا من القاعدة المثبتة من فيها استفهامية. اولا زمن الجملة بيا زمن. استاذ باوعك لقيت last، اذا لقيت last الجملة بيا زمن ماضي بسيط. يا قاعدة من قواعد الماضي البسيط راح تطبق مثبتة منفية استفهامية. استاذ لقيت شنو؟ لقيت علامة سؤال. هالمرة ما قايل لي question، هالمرة بس ملمح لي بعلامة سؤال اني اطبق القاعدة الاستفهامية. جيد، شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ حاولوا توقفون الفيديو تختبرون نفسكم، تحفظون القواعد او متبعون على الدفتر اللي تكتبون به الملاحظات. انا ما اشوف نفسك حفظت القاعدة، انا حافظ القاعدة. شو تقول القاعدة؟ did وفاعل وفعل مجرد. شوف طلاب شرح حلو. هذه الديد، الفاعل شنو هو؟ يو. الفعل المجرد شنو هو؟ سي. زاد التكمله ان ذا بارك لاست ويك وعلامه السؤال. استاذ والوات، دير بالكم تقولون الوات هي الفاعل. الوات تعتبر اداه سؤال. نحن نعرف ان شكل كلمه بها دبليو اتش هي كلمه تعتبر اداه سؤال. ادوات السؤال مستحيل اعتبارها كفاعل. استاذ اذا بنزلها وين ننزلها؟ إذا تريد نزلها يكون موقعها في بداية الجملة، غالبا دائما موقع أداة السؤال القاعدة الاستفهامية قبل الفعل المساعد. بقول what did you see in the park last week؟ ما الذي رأيته في المتنزه الشهر الماضي؟ أصبحت جملة استفهامية بقاعدة الماضي البسيط. هسه مثال آخر، وش قال لي على سبيل المثال؟ قال لي علي not go to Paris last year. هم أنا قال بيان قوسين شنو؟ correct صح. أولا شغلتك شنو؟ تحدد زمن الجملة. جملة بيا زمن. استاذ لقيت last يعني شنو؟ يعني ماضي بسيط. يا قاعدة من قواعد الماضي البسيط، شوف أنا ما قايل لي correct بيان قوسين يقول لي صح. يعني أنا لازم بيني وبين نفسي جوز أطبق قاعدة المثبت، لكن انتبه. شوف شو تقول، شو لقيت؟ لقيت النوت. ما هذه الكوركت مو دليل على انك تطبق القاعده المثبته. الكوركت يقول لك انت صححها حسب زمنها، حسب قاعدتها. انا حاط لك نوت النادم، فالجمله بيا زمن، قلت لي ماضي بسيط، بيا قاعده. النوت دليل على ان تريد ان تطبق القاعده المنفيه. شو تقول القاعده المنفيه؟ حافظيها، فاعل didn't، فعل مجرد. شنو الفاعل؟ علي. شو خلينا؟ didn't زائدا فعل مجرد. الفعل المجرد مال الجو شنو هو اصلا؟ فعل مجرد جو زاد التكمله. didn't go to Paris last year. ولا تنسوا بالاخير نقطه، هنا خلينا علامه السؤال القاعده الاستفهاميه، هنا خلينا نقطه لان قاعده منفيه. اصبحت جمله منفيه. علي didn't go to Paris last year. علي لم يذهب الى باريس العام الماضي. هذا كل ما يخص موضوع الماضي البسيط. اخذنا القاعده المثبته المنفيه الاستفهاميه، اخذنا ملاحظه البي، اخذنا ملاحظه الها، عرفنا شلون نتعامل ويا الجمل، شلون نحدد زمن الجمله، شنو الدلائل مالته الى اخره. لا تعبر هذه الدقائق لحد ما انت تكون متاكد انه حافظ القاعده المثبته والمنفيه والاستفهاميه. يلا تبدي بحل الامثله الوزاريه اللي راح نطلعها بالدقائق القادمه، على مود تتاكد انك فهمت الموضوع من جانب وحفظت القواعد المتعلقه بالماضي البسيط من الجانب الاخر. خليكم ويانا الان مع كل الامثله الوزاريه للسنوات السابقه، يعني من 2017 لطلبة النازحين، 18 خارجي، 17 دور ثالث إلى آخره. كل الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة عن هذا الموضوع ضمنت لك إياها بهذا الدرس، وهمنا كذلك تلقوها بالنزمة موضحات مع الحلول. ركزوا يا طلاب. أولا قال لي I borrowed my uncle 2 days ago. إيش لقيت؟ لقيت أغوستا. الأغو دليل يا زمن، دليل ماضي بسيط. انتبه لي، الماضي بسيط be going to وفعل مجرد لاستا، هذا ما غير مناسب. السي تعتبر فعل مجرد، والسو هي الماضي مالة السي. القاعدة مال الماضي البسيط شو تقول؟ تقول فاعل، الآي هي الفاعل زائدا فعل ماضي. أخلي سي لو سو؟ أخلي سو. شوفوا هنا الطالب اللي ما حافظ
الشواذ ما راح يقدر يجاوب هذا السؤال، لان ما راح يعرف ان السي مجرد والسو هي الماضي مالته. طبعا ضمن الافعال انتم ماخذين بالاول والثاني متوسط، وراح نضيف مجموعه من الافعال لازم تحطوها خلال المنهج الثالث متوسط. هسه سالم فراغ از فريند تو دايز اجو، هم انا ايش قال؟ قال لي اجو الوض مال يا زمن استاذ، الوض مال المستقبل اخذناها من الاول والثاني متوسط ما اريدها. انا قلت اجو يعني ماضي بسيط. از جوينج تو نفس الفكره، جوينج تو فعل مجرد ماكو هيك قاعده، احنا ما قلنا القاعده بيها جوينج تو. مت المت هي الماضي مالت الميت، ميت يقابل او يلتقي، مت قابل او التقى. إذن الفعل الماضي هو شنو؟ مات. سالم مات his friend two days ago. سالم التقى بأصدقائه قبل يومين. سالم فاعل، مات فعل ماضي شاذ. اللي بعدها إيش قال لي؟ قال لي لما enjoyed playing volleyball. نحن طلاب ركزوا كلش على هذا المثال. أولا إيش قال لي؟ قال لي negative. negative متفقين أنا وياك. شنو يعني؟ يعني نفي. لكن زمن الجملة بيا زمن. استاذ ندور دليل. باوعت لقيتوا أكو دليل. لقيته last yesterday ago 1990 تاريخ سابق last ما لقينا. إذا ما لقيت وين تروحون؟ فاعل وراء الفعل، الفعل شبيه بإيدي. أستاذ بما أنه لقيت الفعل بإيدي إذا الجملة بزمن الماضي البسيط، شو تقول قاعدة الماضي البسيط؟ فاعل، شنو الفاعل؟ لما زائدا شنو؟ طبعا رح نطبق القاعدة المنفية، فاعل didn't فعل مجرد، خاف ناسيها، نرجع نتأكد القاعدة المنفية، فاعل didn't فعل مجرد تكملة. أنت كنت تكتب وياي الملاحظات وتحفظها. هسه فاعل لما شو أخليها؟ أخليها didn't، ومن ثم فعل مجرد، الفعل بإيدي شو أسوي؟ شو أسوي؟ أحذف الإيدي أرجع مجرد. شو أقول؟ أقول enjoy زاد التكملة playing volleyball، أصبحت الجملة منفية. لما didn't enjoy playing volleyball، لما لم تستمتع بلعب كرة الفوليبول أو لعبة الفوليبول. أحمد helped his father yesterday. إيش لقيت؟ لقيت yesterday. yesterday قال لي الجملة بيا زمن ماضي بسيط، بيا قاعدة منفية. المرة مسهلها علي، قال لي أنا هالمرة مطيق دليل، لا تدوخ روحك، أنا أدوخك. لنفترض إنه ما لقيت دليل والجملة انتهت لنا، أنا شلون أعرف الجملة ماضي بسيط؟ أستاذ لقيت بالفعل إيدي. أشتي لك، أنا أريد أدربك على إنك تعرف زمن الجملة بدون الحاجة إلى دليل. على الوزارة إذا ما جاب لي دليل أو المدرس ما جاب لي دليل بالامتحان الشهري أو امتحان نصف السنة، أنا ما أحير أروح أشوف الفعل إيش بيه. بيدي شاد هذا ماذا بصير؟ S E S مجرد هذا مضارع بصير. الزوار و آم و I N G هذا مضارع مستمر. وزوار و I N G هذا ماذا مستمر. لحد الآن أنت ما أعطيني أربع أسئلة. هسه هذا ماذا بصير؟ شو تقول قاعدة الماضي البسيط؟ يا قاعدة طبعاً يقدرني المنفية. شو تقول قاعدة المنفية؟ فاعل اللي هو أحمد زائدا شو أخلي له؟ أخلي له didn't زائدا فعل مجرد help بها إيدي. شو أسوي؟ أحلف إيدي أرجع الأصل help وزاد التكملة his father yesterday. أحمد لم يساعد أبوه البارحة. الجملة اللي بعدها انتبهوا لي على هذا المثال جدا 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 مهم. قبل شوية قلت لك عن ملاحظة البي، المني ذكر الملاحظة. إذا صادفت البي في جملة الماضي البسيط تتحول إلى was where. هسا أول شيء شلون أعرف هسا إنه ماضي بسيط؟ لقيت last. مجرد إن لقيت last الجملة ماضي بسيط. زين إذا لقيت last الجملة ماضي بسيط، طبعاً بها قاعدة، ما لقيت لا negative لا question لا علامة سؤال لا نوت. إذن ما حطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل، شنو الفاعل؟ فاروق زائدا، شوف ان انا الطلاب راح يقولون بهذا الخطا، هو حافظ القاعده يقول فاعل زائد الفعل ماضي زائد التكمله. الفاعل فاروق البي، اما يضيف له ايدي او يسوي فعل شاذ من كيفه. البي ملاحظته خاصه، شو تقول؟ تتحول الى واز اوير. اخلي واز اوير فاروق يعتبر هي، الهي تاخذ واز اوير تاخذ واز ومن ثم التكمله. ان ذا نورث اوف العراق لاست مانث، فاروق كان في شمال العراق الشهر الماضي. اصبحت جمله بزمن الماضي البسيط باستخدام الفعل بي. كذلك مع هذا المثال، ايش لقيت؟ الفعل بي، تأكد لي يا زمن صار ماضي بسيط، يا قاعده المثبته ما لقيت لا نيجاتيف لا كوستشن لا علامه سؤال لا نوت. ما قاعده مثبته مال ماضي بسيط، ايش تقول؟ فاعل، شنو الفاعل؟ ماي ماذر، امي. الام تعتبر شيء، البي احولها واز لوير، صار الشيء داخل واز، اذا اقول واز ان بصره لاست مانث.
أمي كانت في البصرة الشهر الماضي أو نعم الشهر الماضي last month اللي بعده. The audience stayed very quiet. إيش قال لي؟ قال لي negative. شوفوا هنا أنا بقول عجب اللي قلت لي استاذ دورت ما لقيت لا last ولا yesterday ولا ago. هو هذا اللي أريد أدرب عليكم أو أدربكم عليه طلاب. إذا ما لقيت لي بالجملة وين تروح؟ تروح على الفعل. The audience فاعل stayed فعل. الفعل إيش بي؟ استاذ بي إيدي. إذا بي إيدي يعني جملة بيا زمن ماضي بسيط. شو تقول قاعدة الماضي بسيط؟ فاعل عند شنو؟ The audience طبعا يا قاعدة اللي نطبق قاعدة النيجاتيف فاعل زائدا didn't زائدا فعل مجرد. The audience الفاعل شو أخلي عليها؟ didn't زائدا فعل مجرد. هسه الستاي ايش بي؟ بإيدي شو أسوي؟ أحذف الإيدي وأرجع مجرد. Stay very quiet. الـ audience معناها الجمهور. The audience didn't stay very quiet. الجمهور لم يبقى هادئا. يعني. نفيت الكلام. اللي بعد شوفوا هاي الصيغة جديدة طلاب. قبل سابقا لحد الآن احنا شو تعودنا؟ تعودنا إني يعطيني ظرف بالجملة. يعطيني ظرف بالجملة وأحدد زمن الجملة. هالمرة قالب الآية أو عاكس الآية شو نسوي؟ منطيني فعل بصيغة معينة ومخيرني بين ثلاث ظروف. هالسؤال جدا ذكي. أول من الجملة بيا زمن استاذ لقيت إيدي. إيدي دليل على أن الجملة بيا زمن ماضي بسيط عاشت إيدك. يا هي من ضمن الظروف الثلاثة دليل ماضي بسيط. هذا سؤال موجه لك. تتذكرون الناو؟ الناو دليل يا زمن أخذنا باليونت الأول. دليل مضارع مستمر والفعل ماضي يعني ماضي بسيط. إذن هذا غير مناسب. تومورو شنو معنى تومورو؟ تومورو يوم غد. يوم غد من الماضي؟ لا، يوم غد من المستقبل. إذن هذا مستقبل ما يفيدنا. شو عندي بعد؟ عندي يسترداي. يسترداي شنو معناها؟ معناها البارحة. اليسترداي هي أصلا صار مساء نقول أو نذكر إن اليسترداي إذا شفناها بالجملة أقول إن الجملة شنو؟ ماضي بسيط. فهنا لما أختار اليسترداي أصبح الظرف هذه أصبح الظرف والفعل مناسبين. يعني الفعل بالماضي والظرف دليل على أن الفعل أو الجملة بالماضي. بس اللي بعدها I see him an hour ago. شو لقيت؟ لقيت ago. الجملة بيا زمن ماضي بسيط. شو يقول لي؟ يقول لك الركضة فعل. صحح للفعل. ماضي بسيط قاعدة مثبتة. شو تقول؟ فاعل. شنو الفاعل؟ I زائدا فعل ماضي قاعدة مثبتة. الماضي ما سي شنو؟ هذا شاد ما أضيف له إيدي. أحاول جذريا إيش راح يصير؟ راح يصير so زائد التكملة. I saw him an hour ago. لقد رأيته قبل ساعة. أصبحت الجملة ماضي بسيط باستخدام الفعل سي. اللي بعدها I forgot my uncle 2 days ago. نفس الفكرة. شدي عندي ago. الجملة بيا زمن ماضي بسيط. going to see غير مناسبة. ما عندي going to فعل مجرد. see لو so. see مجرد so ماضي. أنا إيش أريد؟ استوني قلت إن الجملة بالماضي. فبالتالي إذا الجملة بالماضي شختار أختار الفعل الماضي اللي هو شنو؟ اللي هو so. هذا ما يخص موضوع أو الوزاريات الخاصة بموضوع الماضي البسيط. كتبوا هاي الملاحظات بالدفتر، كتبوا هاي الوزاريات، تدربوا عليهن لأنها مهمات جدا بامتحان الشهر الأول. أغلب الأساتذة يركزون على الوزاريات على اللي يدربوك من الطلاب إنه تحل وزاريات السنوات السابقة. يشرح لك الموضوع يجيب لك وزاريات مالته. الآن ننتقل هسه آني صار لي ساعة دا أحول الفعل ساعة خلي لأيدي ساعة خلي لدي ساعة أقلب ساعة أضاعف ما نعرف. أنا شلون أضيف الإيدي للفعل؟ وش وقت يكون الفعل شعر؟ هسه هنالك نوعان من الأفعال عند تحويلها إلى الماضي. عندي نوعين. النوع الأول نسميها أفعال قياسية. شنو هاي الأفعال القياسية؟ هاي الأفعال نضيف لها أما الإيدي أو دي عند تحويلها إلى الماضي. وكما في الملاحظات التالية بالدرس السابق أخذنا ملاحظات إضافة الأس والإي أس الشخص الثالث. بهذا الدرس لازم نأخذ ملاحظات إضافة الدي أو الإيدي على مود الجملة اللي نكتبها في الامتحان لما يطلب من عندي أحول الجملة للماضي والفعل أحول الماضي أو أضيف لإيدي أو دي. لازم يكون إملائي بشكل صحيح. هسه بعض الأفعال نضيف لها إيدي دون تغيير بالفعل كما في المثال التالي. يعني مثلا عندي الفعل واش يغسل. هذا مجرد أضيف لإيدي فيصير واشت غسل. وكذلك كلمة كلين ينظف. شو يصير؟ كلين نظف. هذه أفعال ما تقبل الغلط مجرد أضيف لها إيدي. لكن
إذا كان الفعل منتهي بإي يحتاج أضيف إي ثانية ودي مثلاً عندي لايك شو المعنى لايك يحب هذا لما أرد أحاول الماضي يحتاج أضيف له إي دي لا صار هو الإي موجودة فقط شو نضيف له نضيف له دي مثال آخر لاف يحب شو نهايته نهايته إي عند تحويل الماضي فقط شو أضيف له أضيف له دي أصبح بالماضي يعني الفعل إذا انتهى بي فقط أضيف له دي عند تحويل الماضي إذا انتهى الفعل بواي وقبله صحيح هاي خدنا نسويها على شكل ملخص أو مخطط على ما تنتبهونه هذا فعل آخر حرف بالفعل شنو حرف الواي إذا قبل صحيح إذا انتهى الفعل بواي قبله حرف صحيح تعرفون حروف الصحيحة حروف العلة خمسة الإي الآي الأو اليو الأي هذين حروف علة باقي الحروف كلها صحيحة إذا انتهى الفعل بواي قبل حرف صحيح تقلب الواي إلى أي ونضيف إي واي قبل صحيح شو نسوي هذا الواي نقلبه إلى أي يلا نضيف إيدي ما افتهمت استاذ شلون يعني على سبيل المثال عندي الفعل استدي استدي معناها يدرس هذا مضارع أرد حول الماضي شوفوا طلاب راح أكتبه استدي تقلب الواي هسه لازم أكتب واي تقلب الواي إلى شنو إلى أي ونضيف إيدي استدد مثال آخر عند الفعل كاري شوفوا انتهى واي قبل شنو صحيح شو نسوي تقلب الواي الى اي ونضيف ايدي فصير كاري هذا ما يخص ملاحظة الواي الان ننتقل الى شنو اذا انتهى او اذا كان الفعل ينتهي بواي لكن قبل حرف الا فقط نضيف ايدي انتبهوا على هاي المخطط قبل شوية واي قبل صحيح يقلب الواي الى اي ونضيف ايدي اذا هالمرة انتهى واي قبل حرف علة شنو حروف العلة اللي قلناها الاي الاو الاي الاي اليو اذا قبل علة ما نقلب فقط نضيف ايدي يعني على سبيل المثال الفعل stay واي قبل شنو علة فقط اضيف له ايدي stay play واي قبل علة فقط شضيف له ايدي ما اقلب قبل شوية اذا كان قبل حرف صحيح نقلبه تقلب الواي الى اي ونضيف ايدي المرة فقط نضيف ايدي من لا حذف ولا قلب إذا انتهى الفعل بحرف صحيح واحد مسبوق بعلة واحد نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف إيدي هذا انتبهوا له طلاب بعض الأحيان ينطيني فعل الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد قبل علة واحد شو نسوي؟ إحنا من جيبنا نجيب صحيح ثاني يعني هذا الحرف الأخير نضاعفه نكتبه مرة ثانية ونضيف إيدي شلون يعني؟ على سبيل المثال عند الفعل stop صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير اللي هو الحرف الصحيح ونضيف إيدي وكذلك عندي كلمة control صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف إيدي وهكذا مع البقية هذا ما يخص ملاحظات إضافة الإيدي نحن هذا كله بنحكي عن شنو؟ بنحكي عن النوع الأول اللي هي الأفعال القياسية اللي نضيف لها إيدي رجعوا على الملاحظات بالقواعد قلنا الفعل أما نضيف له إيدي هذا هسه خلصنا عرفنا شلون نضيف ايدي او نضيف دي او يكون فعلا شاذا هو هذا الاغلب الطلاب تعاني من عنده الافعال الشاذه طلاب عندنا مجموعه من كبيره من الافعال الشاذه انتم اخذتوا جزء من عندها بالخامس ابتدائي بالثالث ابتدائي بالاول متوسط بالثاني متوسط الان لازم تجمع كل هذه الافعال وتحفظها ركزوا يا طلاب عندي الفعل بريك هذا فعل مجرد شنو يعني مجرد خالي من اي اضافه هذا الاصل الماضي مالته شنو بروك انت لازم حافظ ان البريك ماضيه بروك والتصريف الثالث بطريقك احفظه لان راح ناخذ باليونت الخامس ان شاء الله موضوع المضارع التام المضارع التام والمبني للمجهول الفعل مالته لازم يكون تصريف ثالث التصريف الثالث نفس الفكره ساعه نضيف لايدي ساعه يكون شاذ فانت لازم هم احافظ الشواذ الافعال بالتصريف الثالث احفظوا وياي يعني. break broke broken drive drove driven write wrote written choose chose chosen steal stole stolen wake woke woken speak spoke spoken وهكذا write wrote written take took taken give gave given forget forgot forgotten wear wore worn
through, through, thrown, grow, grew, grown. هاي الأفعال أنت لازم حافظها بصيغتها المجردة وبصيغتها الماضية وبصيغة التصريف الثالث. شنو الغرض من عند الأستاذ؟ أنا إذا جبت لك جملة بها فعل على سبيل المثال قلت لك she break the window 2 hours ago على سبيل المثال وقلت لك correct صح. شنو الغرض من هذا الأفعال الشاذة؟ هذا الغرض. نفترض قلت لك صح. أنت بينك وبين نفسك قلت الجملة بيا زمن لقيت ago الجملة ماضي بسيط. يلا إنك تصحح الجملة إذا أنت ما حافظ إن البريك الماضي ما تبرك. أنت حافظ القاعدة ومتعب نفسك وفاهم كل ملاحظات الماضي البسيط بس وقفت عند هاي الجزئية. ذكرت القاعدة. شنو القاعدة؟ فاعل. شنو الفاعل؟ شيء زاد الفعل ماضي. أنت ما تعرف إن الماضي مال البريك بروكن. فأنت سويت الامتحان جيت وضفت لأيدي راح يعطيك صفر من اثنين. فأنت ما استفاديت. أنت حفظت القاعدة أو قرأت موضوع الماضي البسيط كله. كل هذا القراية مالتك والتعب مالتك راح على الخالي بلاش إذا ما حافظ إن الماضي مالي بريك هو شنو؟ بروك. بقول له شي بروك the window 2 hours ago. طبعا أنا لازم أودبل يواني كتبتها للسرعة. إذن هنا لازم أنت حافظ الأفعال الشاذة. هاي الأفعال الشاذة أمامكم حفظوها حتى لو باليوم أنت تجبر نفسك تحفظ رامي بس لأني عندي مجموعة من الجداول لازم تحفظها. انت لازم تعود نفسك انه باليوم تحفظ لك 5 افعال شاذة على ما تقدر تسيطر على هذا الموضوع بالامتحان المزاري. زين استاذ انا شو اللي بهالدوخه هاي؟ خذ هاي الافعال الشاذه وعليها انت قلت الموضوع على درجتين بالامتحان المزاري خلي ولي. طلاب موضوع الماضي البسيط متعلق بالافعال الشاذه، موضوع المضارع التام بالافعال الشاذه، الف الشرطيه الافعال الشاذه، المبني للمجهول الافعال الشاذه، كل شوال مواضيع قواعديه متعلقه بالافعال الشاذه. يعني مو عبالك الموضوع مسألة درجتين وأنا مالي هاي درجتين لأن عندي هواي أفعال شاذة وصعب علي أن أحفظها. أنت نجاحك باللغة الإنجليزية بالرابع والخامس والسادس إعدادي أو جزء كبير من درجتك باللغة الإنجليزية بهاي المراحل يعتمد على حفظك للأفعال الشاذة. ما يحتاج أوضح لك إيش قد هذه الأفعال الشاذة مهمة أكثر من هيجي. هسه begin يبدأ began began begin الآي صارت أي وهالناو صارت يو بالتصريف الثاني. drink drunk drunk أمينة صارت أي وصارت يو. ring rank rank نفس الشيء الآي صارت أي ومن ثم صارت يو. swim swam swam هاي سهل الجدول بخمس دقائق نحفظ الآي صارت أي وصارت يو. sing sang sang الآي صارت أي ومن ثم صارت يو. هذا جدول سهل بخمس دقائق تقدر تحفظه. نعبر عن الجدول اللي بعده إيش قال؟ قال bring brought brought يجلب جلب جلب. think thought thought buy bought bought seek sought sought teach taught taught catch caught caught. هذا شنو ميزه الجدول؟ ميزه ان الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء. الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء. الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء. هذا هم سهل حفظه. اذا حفظت الماضي حفظت التصريف الثالث وياه مباشره. الجدول اللي بعده الجدول اللي نفس الشكل cut 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 بالمضارع والماضي بالتصريف الثالث نفس الحكي. put 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 hit 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 read 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 هاي نفس الكتابة بس اللفظ يختلف. read يقرأ read read نفس الكتابة بس اللفظ يختلف. hurt 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 let 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 أصبحت الجملة أو أصبحت من الأفعال بالماضي بالتصريف الثالث. كذلك هذه من ست أفعال للحفظ بسيطات. العقبة اللي راح تواجهوها أو الصعوبة اللي راح تواجهوها بحفظ هذا الجدول المتفرع هذا نيجي جداول لاحظ إنه بعض الشيء بسيطة. هذا الجدول عليك الطلاب لازم تحفظه. فمثلاً لازم تعرف إن leave left left lead led led keep kept kept وهكذا مع البقية. أنت لازم تعرف إن كل فعل والماضي مالته التصريف الثالث مالته. أنا بسوي لكم إياها هذا الجداول تكون بشكل مفصل بالملزمة. حاولوا تفرغون نفسكم باليوم حتى لو ربع ساعة. هاي ربع ساعة تقدر تحفظ بيها 5 افعال شاذة والماضي والتصريف الثالث مالتها. هسه اولا الاهميه الاولى قلنا انه يجنب الامتحان بموضوع الماضي البسيط. فانا ما اقدر احول الفعل للماضي اذا ما حافظ الشواذ مالته. وهم كذلك يجيني بالامتحان سؤال المتعلق بالاملاء. مثلا يقول لي لوك لوكت ايش سوى؟ ضاف لها ايدي. طلاب هو ضاف لها ايدي يعني سوالها يعني حولها للماضي.
فأنت مو أي فعل حول الماضي فأنت تقبل خليل الماضي. يجوز هذا فعل شاب مثلاً لوز ما أقدر أضيف لأيدي أو أقدر أضيف لأيدي والله انتهى به. هذا فعل شاب شد الماضي ماتة ماضي ماتة lost وهكذا. want wanted fly شد الماضي ماتة flew وهكذا. look looked نفس المثال ضرب لي ضرب لأيدي أنا حول الماضي. القرو شد الماضي ماتة قرو. تلاحظون دي كلش دا يركز على من على الأفعال الشاذة. يعني نادر إني أجيب لك فعل قياسي لأن يدري في هذا الموضوع سهل عليك وأنت طالب وزاري. أنت الأفعال القياسية دربت نفسك عليها بالأول والثاني المتوسط. يعني الآن لازم تدرب نفسك على الوزاريات. do did get شنو الماضي مالته got وهكذا. do did ماضي مالته شنو lost. is ماضية was. ترى شنو الماضي مالته هذا تقلب الواي إلى I ونضيف ED لأن Y قبلها. بعد do did spend الماضي مالته spent وهكذا. مثال آخر do did fly الماضي مالته flew هذا مكرر. شوفوا بعض الأمثلة المزارية تتكرر أكثر من مرة. clean cleaned leave ماضية left. go went sent ماضية sent. بعد look looked worry هذا تقلب الواي إلى I ونضيف ED worried هذا قياسي. look looked try تقلب الواي إلى I ونضيف ED. شوفوا Y قبل صحيح Y قبل صحيح. بعد sent sent الرايب انتهى به فقط أضيف لدي هذا قياسي. want wanted love أضيف لأيدي بدون أي تغيير. هذه الأمثلة المزارية للسنوات السابقة عن الإملاء مال أفعال الماضي شلون تحول الفعل إلى الماضي. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط. أكو تمرين بعض الشيء مهم يقول لي رتب أو أعد ترتيب الجمل التالية لشنو. إحنا شو يقول لي put the words in the correct order أعد ترتيب الجمل أو الكلمات التالية to make questions لعمل أسئلة. يعني هو يقول لك أنت أي ترتيبهن بس خلي بالك شغلة أن لازم بالأخير تسوي لي جملة استفهامية كلهن منتهيات بعلامة استفهام. غالبا بالجملة الاستفهامية يكون WH أول شيء. أقول له what character هذه كلمة الأسئلة أغلبكم إذا انتبهتوا عليها أخذناها بالدرس السابق لما قلنا أنه لوسي فيشر سألوها جماعتها قلت لها شلون حصلتي هذا الدور شنو المسرحية شنو تفاصيل المسرحية. إذا تذكرون السؤال what character do دائماً do ومن ثم الفاعل شنو you do you زاد الفعل play. what character do you play ما الشخصية التي لعبتي دورها أو التي لعبتيها in this new TV comedy in this new TV comedy ما هو الدور الذي لعبتيه في هذه المسرحية الكوميدية. بعد happy got you where the when part you هنا انتبهوا طلابي وين هنا مو معناها متى مو أداة سؤال هاي هنا تجي كذات ربط. فشنو السؤال اللي تسيلوا لها قلوا لها where you happy هل كنت سعيدة when عندما هنا وين معناها عندما كذات ربط. When you got the part, when you got عندما حصلتي the part عندما حصلتي على الدور هل كنت سعيدة عندما حصلتي على الدور اللي بعدها here the how news did you another سؤالها كيف سمعت الأخبار. ال how أداة السؤال بالبداية ومن ثم الفعل المساعد did ومن ثم الفاعل اللي هو you how did you زاد الفعل اللي هو here how did you hear the news كيف سمعتي الأخبار والأخيرة play the how school did about you find about شنو السؤال همنا الهاو بالبداية how زاد الفعل المساعد اللي هو شنو did how did زاد الفاعل شنو الفاعل you how did you زاد الفعل الfind out how did you find out كيف اكتشفتي كيف عرفتي about the play كيف عرفتي عن المسرحية about the play كيف عرفتي عن المسرحية شلون عرفت انه اكون مسرحية المفروض انه انت تمثلين دورك فيها. هذا التمرين بعض الشيء مهم هو يدربك على الاسئلة اللي اخذتوها خلال بداية هذا الدرس السابق اللي هو الثاني الدرس الرابع اللي شرحناه بالجزء الاول لما الطلاب سألوا لوسي فيشر مجموعة من الاسئلة يريدوك تحفظ هذه الاسئلة. شلون يخلوك تحفظها؟ منطيك مجموعة من الجمل المبعثرة ويطلبون من عندك انك ترتبها
أكو قاعدة ممكن تساعدكم على فهم هذه الجمل. القاعدة شو تقول؟ تقول دائما إذا كانت الجملة استفهامية خلي أداة السؤال ومن ثم الفعل المساعد ومن ثم الفاعل ومن ثم الفعل الرئيسي ومن ثم التكملة وعلامة الاستفهام. التكملة ما أقدر أعطيكم بها قاعدة معينة، أنت لازم تفهمها من سياق المعنى. فشوف شوف شوف هنا أداة سؤال دل فاعل فعل رئيسي والتكملة، أداة سؤال فعل مساعد فاعل فعل والتكملة، وهكذا دائما نمشي على القاعدة الاستفهامية بحل جمل متعلقة برتب الجمل الاستفهامية. فهذه الحلول أمامكم، حاولوا تنقلوها بكتاب النشاط وتحفظوها، لأن خاف يجيكم إحدى هذه الجمل بالامتحان الشهر الأول أو امتحان نصف السنة أو الامتحان الوزاري. لكن بشكل عام هذا التمرين أو هذه الجمل ما جاية ولا مرة بالامتحان الوزاري للسنوات السابقة. نانا شي يقول لي؟ يقول لي وان بالتمرين رقم 3 يقول لي وان student wrote about his interview with Lucy. واحد من الطلاب كتب عن مقابلته بلوسي some information is wrong. بعض المعلومات اللي كتبها خاطئة. Correct the information. صحح هذه المعلومة. There are no spelling or grammatical mistakes. لكن يقول لك ترى الأخطاء مو spelling، ليست أخطاء متعلقة بالإملاء ولا بالجرامر ولا بالقواعد. لكن شنو الأخطاء؟ أخطاء متعلقة بالمعلومة أو المعلومات المتعلقة بالمسرحية. يعني على سبيل المثال خلينا نشوف شنو اللي ممكن يكون خطأ. لوسي is an actor. لوسي ممثلة. طبعا كلمة actor تجي بمعنى ممثل، ومن الممكن إنه باللغة الإنجليزية الحديثة يستخدموها كممثلة. سابقا كانوا يستخدمون كلمة actress. actress معناها ممثلة وأكتر ممثل، لكن هسه بالجديد أن الأكتر تستخدم بالذكر والأنثى. هسه لوسي is an actor. لوسي ممثلة. she plays the character of Samara. تلعب دور سمارة in a new horror. ركز وياي، تعرفون كلمة horror شو معناها؟ رعب. horror program في برنامج رعب. احنا اتفقنا بالدرس السابق ان المسرحيه اللي مثلتها او المسلسل اللي مثلتها يسميه كوميدي بلاي. فما اولا هو مو هورر، هو كوميدي مضحك. ثانيا هو مو بروجرام، مو برنامج، وانما بلاي مسرحيه او مسلسل. لوسي got the part after film test. لوسي حصلت على الدور بعد اختبار الفيلم. احنا ما ذكرنا سابقا ان هي سوت فيلم تيست اختبار الفيلم، وانما اودشن. اودشن ترشيح، عباره عن ترشيح. There were about 300 other girls at the test. كان هنالك حوالي 300 فتاه اخرى في هذا الاختبار. بالمقطع الصوتي يذكرون انه هي مو كانت 300 فتاه، وانما كانت هنالك 200 فتاه معها مرشحين لهذا الفيلم. The TV company wrote to her after the test. الشركة كتبت لها رسالة بعد هذا الاختبار. هي ما كتبوا لها وإنما اتصلوا بها. فما نقول wrote، نقول found. found اتصلوا بها after the test، بعد الاختبار. هو قلنا ما سميناه test، سميناه audition، ترشيح. اتصلوا بها بعد الترشيح. It took 7 months to make the film. استغرق الأمر 7 أشهر لتصوير هذا الفيلم. لا، قلنا مو 7 وإنما 6 months، 6 أشهر. She didn't go to school, but she had lessons before filming each day. قالت هي لم تذهب للمدرسة، لكن كانت تحظى بدروس قبل التصوير في كل يوم. هي ما تأخذ الدروس قبل تصوير الفيلم وإنما بعد. فهنا ما نقول before، نقول after. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. يقول لك أنت تعلمت معلومات عن المسرحية الكوميدية اللي تمثلها لوسي فيشر، حاول تصحح هذه المعلومات من خلال فهمك او معرفتك بالمعلومات المتعلقه بها. لان اقول لك هالمره انا ايش بنطيك؟ بنطيك spelling mistakes، صحح الاخطاء الاملائيه. لوسي از ان اكتر. احنا نعرف ان كلمه اكتر اللي معناها ممثل تكتب بهذه الطريقه او ار وليس اي ار. شي از ان نيو تي في كوميدي. كلمه كوميدي غلط، تكتب بهذه الطريقه. كوميدي اللي ما موجوده. لوسي plays the character. كلمة character بتكتب بهذه الطريقة CH، مو فقط C. Character of Samara، تلعب دور سمارة. She did an audition. There were about two other girls. Where إنه مو معناها عينة. Where اللي بالمعنى الماضي البسيط اللي استخدمناها الوز والوير تكتب بهذه الطريقة. About 200 other girls at the audition. She got
فون كول كلمة كول اتصال يكتب بهذه الطريقة. After the audition, filming took كلمة took تكتب بهذه الطريقة. الماضي مال take took develop 6 months استغرق حوالي 6 أشهر. She had special كلمة special تكتب بهذه الطريقة. A special teacher who gave her تكتب بهذه الطريقة كلمة املاها خاطئ. Lessons every day. هذا ما يخص الأخطاء الإملائية اللي موجودة بتمرين رقم 4. هذا من التمرين اللي هو تمرين رقم 3 وتمرين رقم 4 أغلب الأساتذة ينطوه كواجب بيتي أو يعتبر كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. مجرد يريد أقول لك بدل الأخطاء، الأخطاء سواء متعلقة بالمعنى، الأخطاء متعلقة بالمعلومات أو متعلقة بالإملاء. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس مهم جدا، موضوع المضارع البسيط والماضي البسيط هو أهم موضوع بالثالث المتوسط كله، يعني هذين الزمنين لأن موجودات كل المراحل اللي تمر عليها. موضوع الماضي البسيط والمضارع البسيط أخذناه من خلال هذا الدرسين. حاولوا تعرفون هذا الدرس إلا أنتم مضبطين قواعد المثبت والنفي والاستفهام مال المضارع البسيط وإضافة أس الشخص الثالث والمثبت والنفي والاستفهام مال الماضي البسيط وطريقة تحويل الفعل إلى ماضي بإيدي أو شاء وكل الملاحظات اللي أخذناها وتدربون نفسكم عليها. هذا كما يخص درسنا هذا اليوم. حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنة وحتى الامتحان الوزاري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او ضغط تحبون تقدموها تقدرون تواصلون على حساب الموجود في الفيديو في الوصف.